انا بحبه جدا. طيب أنا محمد شريف على حاله اللعيب يعني. محمد شريف يا كابتن سمير، يعني هل اللاعب بامكانياته ديت المميزه جدا وقدر ان هو يفرض؟ انا بس برضو عايز تفسير ان اللاعب زي دوت بامكانياته ديت ازاي كان قاعد فتره كبيره على الدكه، وفي نفس الوقت هل انت شايف بعد تالقه الفتره اللي فاتت واصبح دلوقتي المهاجم الاول في مصر ان ياخد تجربه الاحتراف وهو سنه صغير، ولا هو محتاج ياخد خبرات مع النادي الاهلي اللي هو بيشارك في افريقيا وبطوله العالم للانديه وبيشارك في الدوري والكاس، فعنده برضه ضغط كبير من المباريات؟ بص، موسيماني غلط غلطه كبيره جدا لما قعد محمد شريف ولعب بولي عليه اول ما بولي جه من الجونه. وانا اول واحد قلت لازم محمد شريف بعد الاعاره وخد خبره من الماتشات في الدوري الممتاز مع انبي وخد عدد مباريات كتيره هينفع النادي الاهلي بعد عودته من الاعاره. بالفعل ده حصل. بواليا ما كانش موفق، وبعد كده محمد شريف لما لعب خلاص محمد شريف بقى في حته تانية. انا شايف ان موسيماني يعني صلح غلطته او 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 قراره كان الخطا ان هو يقعد محمد شريف ويقعد ويلعب بواليا، لكن دلوقتي عرف ان محمد شريف طبعا رقم واحد في مصر وقدر ان هو يطوره ويقدر يشتغل عليه، وراجل هداف الدوري دلوقتي 16 هدف وفي منتخب مصر وجايب بطولات مع النادي الاهلي وكان متالق في افريقيا. هو دلوقتي المناسب ان محمد شريف لازم يحترف، ويحترف مش في الدوري التركي. يعني يروح فرنسا، يروح انجلترا، يروح المانيا، يروح نادي. انت بتلقح على مصاب محمد بقى؟ لا مش بلقح، انا بقول لك مستوى محمد شريف يليق بالبلد دي او الانديه دي، يعني انديه في انجلترا في فرنسا، يعني ما يعني مصطفى محمد غلط لما راح الدوري التركي. مصطفى محمد لعيب هايل. ايوه، ما طبعا محمد شريف افضل منه دلوقتي. افضل منه محمد شريف افضل حاليا من مصطفى محمد. حسام البدري في فتره من الفترات لما كان، لا بس خليني اكمل لك بس. محمد شريف ومجلس اداره نادي الزمالك غلطوا ان هم ودوه تركيا. انت بتتكلم على مصطفى محمد؟ ايه؟ بتتكلم حضرتك على مصطفى محمد؟ مصطفى محمد لعيب كبير ولعيب ونجم وهداف ومستقبل مصر، بس انا في امكانياته زي الفتره اللي مع محمد شريف دلوقتي. ما ينفعش يروح يلعب في الدوري التركي، كان لازم مصطفى محمد يروح يلعب في نادي كبير، وبعدين رايح ب 2 مليون يورو، يعني برضه مبلغ قليل قوي. انت طالما طلع اوروبا يعني راح جال سراي يجيب دلوقتي 10 12 15 مليون، انما النادي الزمالك برضه باعه بمبلغ قليل. هو الولد كان مستعجل وعايز يطلع في اوروبا بدري والكلام ده كله، انما انا بقول لك لو انت هتقارن بقى بين محمد شريف ومصطفى محمد، لا محمد شريف دلوقتي اعلى من مصطفى محمد. يعني انت لو حضرتك موجود في منتخب مصر، طبعا على حسب الماتشات والكلام اللي حضرتك هتقوله لي ده ماشي، كل ماتش وليه ظروف، لكن تلعب بمحمد شريف ولا مصطفى محمد؟ أنا كراجل مدرب أنا بقيم اللعيب على آخر خمس ست ماتشات هو لعبهم على الأقل ماشي بمستوى ثابت، بيجي بيهدف، راجل أساسي في فرقته، بيلعب في أفريقيا وبيلعب في الدوري وبيلعب في كأس مصر وبيلعب في السوبر الإفريقي، بيلعب في كل البطولات، واقف على رجله وراجل هداف أفريقيا وهداف الدوري. رقم واحد لازم ألعبه محمد شريف لأن هو أفضل فرويد في مصر حاليا. دي حقيقة. لازم